جددوا السقاط وجددوا السوكا، ولكن كوشام انا الان ما كنعرفش علاش. فلاعب اللي لعب تقريبا عده مقابلات، وكذلك الصبار اللي كان بريطي ولكن كانت عنده اوبسيون داشا مازال كنتسنى، فحاولنا ان نجيريو المقابله، ولكن امام فريق اللي كان في المستوى ويستاهل الانتصار ديالو. حنا نوجدوا ان شاء الله المقابله ديال الاياب باش نمشيو بمعنويات كبيره ان شاء الله، كما قلتي باش نعتقوا الفريق تعتق من النزول ودزنا لدوري المجموعات، ولكن ما نطلبوش شي حاجه اللي مستحيله. الامكانيات ديالنا راه ما كتوصلش كاع لو ان ديزيام ديال الفتح ولا ان سونتيام ديال الفتح. صراحه هي هذه، حنا كنحاولوا ان نقدموا لهذا الجمهور داكشي اللي عندنا من الامكانيات ديالنا. وكما قلت لك باقيين ثلاثه ديال المقابلات، نحاولوا نربحوا فيهم بعض النقاط باش نتمنوا ان شاء الله نتاهلوا.